نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بمجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح كالمعتاد، واللي من أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتتعمل في محافظة بورسعيد. كمان اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. امبارح كمان الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة ربع مليون نسمة خلال 56 يوم. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللي تم فيه متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة، ونتائج زيارة الشركة الصينية من غانا إلى محافظة بورسعيد في إطار التعاون المشترك، وكمان نتائج زيارة شركة هيدرو أند ستيرز لبحث قيام الشركة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمحافظة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروعات اللي بيتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال. امبارح الحكومة أكدت أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أن دي شائعات ملهاش أساس من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، وبواقع 5 أرغفة يومياً بإجمالي 150 رغيف شهرياً وبسعر 5 قروش للرغيف. امبارح الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت وصول عدد سكان مصر بالداخل ل 104 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة حوالي 250 ألف نسمة خلال 56 يوم. وقال المركزي للإحصاء إنه مصر بتأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والـ14 عالمياً. طبعا قد يتخيل البعض انه بمجرد انتهاء مؤتمر المناخ ان احنا خلاص كده عملنا اللي علينا في مساله خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على كوكب الارض. لا، ده بالعكس، العمل بدا. مؤتمر المناخ انتهى بتوصيه بانشاء صندوق للخسائر والاضرار، وبالفعل الفتره دي بدا العمل. متابعه مهمه جدا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر عشان نشوف مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده اللي بتتعمل في مصر. احنا عندنا خريطه لهذه المشروعات، عندنا مشروعات تمت، عندنا مشروعات لسه شغالين عليها الفتره اللي جايه، وهدفنا كله هو التوسع في انشاء المحطات التي تعمل بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، والتوسع في انتاج الهيدروجين الاخضر. احنا عندنا الكهرباء، الشبكه القوميه للكهرباء بتنتج فيها كهرباء من حاجات كتيره جدا، سواء عن طريق المياه من خلال السد العالي وسد اسوان، او من خلال الغاز الطبيعي، وعندنا كمان من خلال الطاقه الجديده والمتجدده، وبنامل ان شاء الله انه خلال الفتره اللي جايه نصل الى 20% من اجمالي الطاقه الموجوده في الشبكه القوميه للكهرباء تنتج من الطاقه الجديده والمتجدده. عندنا طبعا بكل تاكيد، ودي حاجه لا يخفى على احد، محطه بنبان للطاقه الشمسيه اللي موجوده في اسوان، اكبر محطه ومن اكبر المحطات الموجوده في العالم. عندنا محطه الزعفران او جبل الزيت للرياح، ومحطات الرياح احنا بنتوسع كمان في انشاء محطات الرياح، وده كان من مخرجات ايضا المؤتمر المناخ. على اي اساس بنعمل المحطه؟ في حاجه اسمها اطلس الرياح العالمي، بنشوف اطلس الرياح العالمي نعرف منه اتجاه الرياح ماشي ازاي عشان نحط الطواحين بتاعتنا، عشان ما نصرفش فلوس في الفاضي، او لا، كل حاجه مدروسه ومخطط ليها. فاحنا بنتوسع، وقريب جدا كمان هنتوسع كمان في مساله دخول محطه الضبع الخدمه في انتاج الكهرباء. طبعا عندنا خطه 2022-2027. بشكل عام احنا بنتوسع، وهدفنا هو جذب مزيد من الاستثمارات المحليه والعالميه في هذا المجال. طيب خليني اعلق على خبر تاني يا شاذلي، واكمل من ما انت وقفته. احنا بنتكلم عن توسعات
مجالات، في يمكن مشروعات مختلفة، مشروعات عن الطاقة، مشروعات في الصناعة والزراعة، بنتكلم في حاجات كتيرة قوي. الدولة في الحقيقة قايمة بمجهود كبير جدا جدا عشان نواكب اللي بيحصل في العالم كله، عشان طبعا نقدر ان احنا نتجاوز ونحارب الأزمة الاقتصادية للعالم كله بيواجهها، وان احنا نتقدم ونبقى طبعا في مقدمة الدول في معظم المجالات. وزي ما كان شوزي بيتكلم، عاملين مجهودات كبيرة جدا وتوسعات كبيرة جدا في مجال الطاقة، شفنا ده في حاجات كتيرة جدا، لو هنتكلم عن الطرق، عن السكن، حتى المبادرات الرئاسية الكتيرة اللي بنحاول نوصل بيها لأهلينا في النجوع والقرى والعزب المصرية من مختلف المحافظات المصرية. لكن هيحصل ده ازاي واحنا معانا 250 ألف نسمة زيادة في أقل من شهرين؟ احنا بنتكلم في حوالي ربع مليون، مش حوالي، هو ربع مليون بني آدم زادوا على عاتق أو يعني عاتقة الدولة المصرية في حوالي شهرين أو أقل من شهرين فاتوا. انت بتتكلم في كل مولود جديد محتاج دعم من الدولة، محتاج دعم في الطاقة، محتاج دعم في التعليم، محتاج دعم في لما يتخرج يقدر ان هو يلاقي وظيفة عشان يبقى إنسان فعال في المجتمع. طب هيحصل ده ازاي لو احنا كل شهرين بنزيد ربع مليون نسمة؟ يعني الزيادة السكانية دي ازاي هنقدر او الدولة هتقدر ان هي تواكب كل الاعداد دي حتى لو في توسعات في المشروعات القومية؟ يعني احنا بنتكلم ان في دول في الحقيقة عدد النسمات او عدد المواطنين اللي فيها بنتكلم كام؟ 4 مليون 5 مليون، فاحنا بنزيد بالربع مليون في شهرين، فده ازاي؟ احنا بنتكلم دايما عن يعني الزياده السكانيه، وان احنا ازاي صحيح. يعني يبقى في وعي شويه، وفي في الحقيقه مبادرات رئاسيه كثيره جدا جدا لنشر الوعي انه ناخد بالنا وانه ما ينفعش، وانه اي انسان بيجي في المجتمع او للدنيا محتاج له حاجات كثيره جدا، فاحنا يبقى عندنا وعي. حمل على والده ووالدته كمان في البيت، يعني حقيقة. مش مساله الدوله فقط، هو حمل كمان في البيت. ففي الحقيقة رقم كبير جدا شاذلي وفعلا يزعل يعني. طيب خلونا نروح في جولة كده في المحافظات المصرية، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها زراعة أكثر من 12 ألف شجرة في مدن وقرى أسوان ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. وفي سوهاج تم إطلاق مبادرة نحو مدينة آمنة لتنمية الأسرة، وفي الغربية تم تنظيم قافلة لتقديم الرعاية الطبية لأهالي مركز زفتة، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها التوسع في أعمال التشجير من خلال زراعة المئات من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بمختلف قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم لحد دلوقتي زراعة 12900 شجرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة. في سوهاج تم إطلاق فعاليات مبادرة نحو مدينة آمنة لتنمية الأسرة، وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن المبادرة هدفها دعم السيدات العاملات بمجال الحرف التراثية وأطفالهم وتوفير مكان آمن بعيد عن كافة أشكال العنف والإيذاء. في دمياط أعلنت الغرفة التجارية بالمحافظة عن موعد القرعة العلنية لتحديد أسماء المشاركين ضمن معارض صنع في دمياط، واللي بيتم تنظيمها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وده هيكون يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 12 الظهر بمقر الغرفة التجارية في دمياط. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 20 طبيب من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات مجاناً للمرضى. في البحر الأحمر نقلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة الباعة من سوق الدهار القديم بميدان الدهار لسوق الخضروات الجديد نهاية شارع المصالح. وفرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة 15 سيارة و60 عامل للمساعدة في أعمال النقل للسوق الجديد المجهز بالكامل بشكل حضاري وجمالي يليق بمدينة الغردقة. في الأقصر شهدت مدينة إسنا انطلاق فعاليات مبادرة لمكافحة الغلاء بقيام عدد من الجزارين في المدينة ببيع اللحوم البلدية للمواطنين بسعر 120 جنيه للكيلو الواحد، وده لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة لأهالي المدينة. في المنوفية أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم الانتهاء من زراعة 37668 فدان من محصول القمح بنطاق المحافظة، وكمان توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي.
في الغربية انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا لقرية كفر سنباط بمركز زفتة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان. وقال الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1198 حالة من خلال 13 عيادة.